وإخوان الأفاضل أينما وجدتم أحييكم جميعا. نحن اليوم ثلاثاء 9 أكتوبر 2012 وهو 3 أيام تماما بعد وفاة الرئيس الأسبق رحمه الله شاذلي بن جديد. هذا الرجل الذي بكل تأكيد كانت له بصمات أساسية في تاريخ الجزائر سواء قبل أن يصبح رئيس ولكن خاصة بعد أن أصبح رئيس قهرا وقصرا ربما لم يكن، وهذه من الحقائق الأولى التي يجب أن نتحدث عليها ونؤكد عليها. لن أوفي بكل تأكيد لن أوفي هذا الموضوع حقه في 20 دقيقة أو 25 دقيقة المتاحة، ولكني سأحاول أن أتطرق ربما لما هو أهم أو مهم في حياة هذا الرجل ومن ثم في حياة الجزائر، وهو ما يهمنا في الحقيقة. نحن نتحدث على شخص باعتبار علاقته وأهميته بالنسبة لبلدنا. إذا شاذلي بن جديد وصل إلى السلطة تقريبا إلزاما، ألزموه إخوانه العسكر العقداء أن يكون هو الرئيس في فبراير 79 بعد انتخابات شكلية سورية معلوم نتائجها سلفا، وكان هو المرشح الوحيد فيها، وجاء بعد وفاة بومدين رحمه الله. وقد أترحم على الرجلين، ونعرف أن هناك من يعترض على ذلك، ولكن هذا حديث له ربما نقاش آخر قد نتحدث فيه على قضية الترحم هذه، هل تجوز على من يعتقد أنه أجرم في حق الناس. إذا قلت أن بومدين الذي كان يملأ الدنيا، وكان الجزائر مختصرة تقريبا في بومدين آنذاك، هذا الرجل مات فجأة وهو شاب صغير بالمقارنة لرؤساء الدول، مات وعمره 46 سنة وقد ملأ الدنيا حقيقة، وكانت تكاد الجزائر تختصر في بومدين. كان هو رئيس الدولة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقائد العام ووزير الدفاع، كان هو تقريبا كل شيء، وكان هناك آخرين لكن كان دورهم ثانوي بالمقارنة له. لم تكن ولم يبني دولة مؤسسات ودولة لا تزول بزوال الرجال كما كان يردد دائما ذلك في خطاباته المشهورة، ولعله عرف أكثر بخطاباته الشهيرة والمشهورة في كل مكان وبمواقف مبدئية، ولكن في الحقيقة كان أيضا، دعنا نؤكد على ذلك، أنه كان مستبدا وكان دمويا في بعض المواقف، دعنا أيضا نقول ذلك خاصة في قضية الاغتيالات. ولكن كما قلت موضوع بومدين ربما نتحدث عنه في مكان آخر، فنحسب ما للرجل من إيجابيات ومن سلبيات. الحديث إذن عن سلف الشاذلي بن جديد. في تلك الفترة كان هناك شخصان كل واحد منهم يريد أن يكون الرئيس، وهو واحد يسمى يحياوي، محمد صالح يحياوي، وكان المسؤول الأول في الحزب، وبوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة، وكان وزير الخارجية. كان هؤلاء متنافسين، وكان كل واحد منهم يعتقد أنه هو الخليفة المؤكد لبومدين، ولكن قادة الجيش وعلى رأسهم قائد المخابرات قاسم رباح رحمه الله قرروا أن يكون الرئيس عقيد من الجيش، أقدم عقيد في أعلى رتبة، وكان هو شاذلي بن جديد الذي كان آنذاك مسؤول الجيش في المنطقة الغربية في منطقة وهران، وكان يعيش حياة طرف وبذخ في منطقة وهران، يتمتع فيها بالصيد وبلعب الكارتة والدومينو أكثر من أي شيء آخر، فإذا به يجد نفسه على رأس الدولة. العقداء عندما اختاروه كان قناعتهم أنه هو الأبسط، رجل بسيط وسهل وممكن تحريكه، ولكن في نفس الوقت أنه رجل عسكري، وهذا مهم جدا، لأن الآخرين الاثنين كانوا مدنيين، كان يراد أن يبقى أو تبقى السلطة في يد العسكري. بسرعة شاذلي بن جديد يأتي بطاقم يشتغل معه، ومن أهم هؤلاء وسيلعب دور بارز ويكون هو الرئيس العملي حقيقة على الأرض هو العربي بالخير. العربي بالخير اللي كان مسؤول عسكري أو كان نقيب مع شاذلي لما كان شاذلي مسؤول المنطقة الغربية يصبح لاعب رئيسي ويتقلد مهام أساسية ويكون هو اللاعب الحقيقي أو الرئيسي داخل رئاسة وفترة شاذلي كلها 13 سنة كاملة. بسرعة يقتنع الشاذلي بضرورة إقالة من جاء به وخاصة قاسم رباح، فيقوم
عزله عن منصب قائد المخابرات لسكرتي ميليتار. نحن نعرف ان انا ذاك كانت كلمه لسكرتي ميليتار تثير الرعب سورتيها او لايسام كانت تثير الرعب في الجزائريين. وبالمناسبه يقوم شادلي بعجز المرباح واعطائه منصب وزاري اعتقد وزير الفلاحه او وزير الصحه مرتين. وفي نفس الوقت ويتولى بعد مرباح زرهوني يزيد نور الدين يزيد زرهوني. ولكن في نفس الوقت يمضي شادلي في مجموعة من العمليات وهي تكسير لاسكرتي ميليتير أو لايسان أو السورتية اللي كانت تحدث الرعب لدى الجزائريين وتقسيمها إلى جهازين وتعيين لك العياد على رأس الدي جي دي اس وجهاز آخر سمي آنذاك بالدي سي اس أو جهاز الأمن الجيش. في نفس الوقت يقتنع شادلي بن جديد بضرورة تغيير مسار المجتمع الجزائري من الاشتراكية المفروضة إلى ليبرالية لم تقل اسمها، يعني دخلنا في استيراد آنذاك في الاستيراد بكل ما تعنيه تحت شعار رفع آنذاك شعار 82 من أجل حياة أفضل، شعار لمؤتمر حزب جبهة التحرير التي عادت له الروح بشكل أو بآخر. ولكن في ذلك الوقت كان العربي بالخير يقوم بتقوية وأعطاء صلاحيات إضافية لزملائه في الجيش الفرنسي، نزار، إسماعيل العماري، محمد العماري، محمد تواتي، كنيزية، بزيل وآخرين، قائمة طويلة من ضباط الجيش الفرنسي يبدأوا يتقلدون إلى غاية أن يصلوا إلى رتبة جنرال بمناسبة الذكرى 30 للثورة الجزائرية في 1984، أول مرة تعطى رتبة جنرال. وبدأت صحيح أعطيت أيضا لضباط من جيش التحرير، ولكن بدأ أيضا هؤلاء الضباط اللي كانوا بالجيش الفرنسي واللي كانوا يوما ما يقاتلون ضد الجزائر وضد حرية الجزائر واستقلال الجزائر يصبحون يتولون هذه المناصب. وأنا أتحدث على هذه النقطة لأني أعتقد أن من أكبر الخطايا يرتكبها شادلي بن جديد هو هذه النقطة، وسنجد فيما بعد لماذا أقول هذا. أيضا يقوم بعد ذلك بإقصاء مجموعة من كبار ضباط جيش التحرير وعلى رأسهم قائد الجيش آنذاك قائد الأركان مصطفى بن لصيف، وتكون هذه في اعتقادي واحدة من أكبر الأخطاء اللي ارتكبها، وكان ذلك بتحريض من الضباط فرنسا. ويستتبع ذلك أيضا إقالة مجموعة من كبار الضباط اللي كانوا في جيش التحرير أو وضعهم في مناصب غير مهمة، ويكتمل الأمر فيما بعد. على كل يحاول شادلي بن جديد في وقد بدأ سعر البترول في النزول وصل حتى 9 دولار في نهاية 85 بداية 86، يحاول أن يسرع بالإصلاحات اللي كان بدأها. كان بدأ نوع من الانفتاح السوق، وكان هذا الانفتاح بقدر ما كان ربما من ناحية أنه قضى على المرحلة اللي كانت تشهد نقص المواد ونقص حتى الزيت الطماطيش، ناس كانت ما تجدش أشياء بسيطة جدا لا تجدها في السوق، ولكن في نفس الوقت فتح الباب على مصراعيه لعملية انفتاح وعملية تبييض للأموال التي كان نهبها كبار المسؤولين داخل الدولة، واللي بدأوا يدخلوا في يجمعوا ما بين السلطة وما بين المال وما بين التجارة في نفس الوقت. من هؤلاء أيضا العربي بالخير اللي راح يسيطر على قطاعات واسعة هو وكبار أصدقائه من المدنيين والعسكريين على الاقتصاد الجزائري. إذن يحاول شادلي بن جديد عملية إصلاح ويعدل دستور 86 ويلغي الميثاق اللي كان تبناه بومدين قبل ذلك بعشر سنوات سنة 76 بالضبط، ويدخل في عملية نوع من عملية الإصلاح التدريجي، وتحدث عن ذلك عدة مرات في خطاباته. ولكن تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار انتفاضات شعبية لعل من أبرزها بين هذه الانتفاضات اللي شهدها زمن شادلي هو بالتأكيد انتفاضة القبائل سنة 80، انتفاضة بالعباس والأغواط سنة 81، انتفاضة وهران سنة 82، سطيف وقسنطينة في 84-85، القصبة في 86، وانتفاضات أخرى لا يسعني الوقت أن أتحدث عنها جميعا، ولكن كانت انتفاضة 86 وقد كنت شاهدا عليها في نهاية 86، كانت واحدة من الانتفاضات الكبيرة جدا واللي بدأت تحدث بكل تأكيد قلاقل أو ضغط على النظام القائم.
كما قلت تبدأ مظاهرات شعبية وتحدث تبدأ مظاهرات وتبدأ كثير من القلاقل لدى العمال وخاصة في منطقة الرويبة، وتحدث أحداث 5 أكتوبر ويتم مواجهتها بعنف وعنف شديد. عدد القتلى في نهاية المطاف ما بين 500 و1000 قتيل حسب المصادر، وبكل تأكيد الأخطر من ذلك ربما الذين عذبوا وكانوا عدة آلاف. كان نشر آنذاك رقم 4000 شخص تعرضوا لتعذيب بما فيها تعذيب أدى إلى الموت، وبما فيها اغتصاب لكثير من الناس داخل مقرات الجيش. هذه أيضا ربما واحدة من الخطايا الكبرى للشاذلي بن جديد، بالرغم أنه يغتنم الفرصة وليمضي في عملية الإصلاح وربما بوتيرة أسرع وبكثير، ويقوم بإقصاء عدد من كبار المسؤولين داخل الجيش وداخل جبهة التحرير، خاصة محمد شريف مساعدية اللي كان يقود آنذاك جبهة التحرير، وأيضا لكحل عياط اللي كان يقود المخابرات اللي كانت تسمى الدي جي بي اس، وآخرين أيضا الإبراهيمي اللي كان وزير أول، ومجموعة أخرى من الناس سواء كانوا مسؤولين عن عملية المحافظة وعدم ورفضهم للإصلاح، أو كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين وإنما ربما تم التضحية بهم. هنا يستتبع ذلك، ولن أدخل في أحداث أكتوبر، هذا موضوع في حد ذاته واسع وكبير وفيه نقاش طويل ومن فعل من، لكن اعتقادي أن كانت هناك قوة إصلاحية داخل النظام، وكانت هناك قوة تجارية مافيوية داخل النظام، وكانت هناك قوة محافظة، والقوة الثلاث كانت تتصارع. في نهاية المطاف بدأ وكان القوة الإصلاحية هي التي فازت، وجاء الانفتاح وجاء دستور 89. لكن قبل دستور 89 في اعتقادي يرتكب الشاذلي خطأ آخر من أكبر الخطايا، وهو العفو العام الذي أصدره في ديسمبر 88. هذا العفو العام والذي بمقتضاه أسقطت أي متابعة أو أي تهمة في أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الجزائر في كل الفترة التي فترة الرئاسة، ولكن خاصة جرائم ضد الشعب الجزائري في أكتوبر، والقتلى الذين قتلوا بالمئات والذين عذبوا بالألاف وسجنوا لم يجدوا من ينصفهم، وجاء العفو العام. وهذا العفو العام هو بمعنى لا عقاب، هو الذي أعطى لنزار، لأن نزار هو الذي قاد عملية القمع، هو وجنرالات آخرين والذي قاد عملية القمع، وبالتالي بدل أن يعاقب نزار آنذاك وعلى الأقل يحاسب على ما ارتكبه، فإذا به يحصل هو وآخرين على العفو العام، بل وعلى رتبة أعلى في الجيش، بل وعلى منصب وزير الدفاع. وهنا خطايا ليرتكبها الشاذلي بن جديد تحت ضغط العربي بالخير، لأن العربي بالخير والمجموعة هذه كلهم كانت مجموعة من الأصدقاء، أصدقاء لربطهم الجيش الفرنسي وعاشوا مع بعض داخل الجيش الفرنسي بشكل أو بآخر. يأتي دستور 89 مارس 89 ويبدأ الانفتاح، وتبدأ الجزائر تعرف حقيقة حياة ديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة، أو على الأقل في بداية الحياة الديمقراطية، ويبدأ انفتاح الشعب ويبدأ الحريات وتبدأ الحياة بطريقة أخرى مختلفة تماما، وبذلك يسبق ويكون الجزائريين قد سبقوا الجميع بما فيهم المعسكر الاشتراكي اللي كان آنذاك أيضا نعرف أنه كان آنذاك أيضا يتململ، وكان آنذاك أيضا تتساقط دول المعسكر الشيوعي واحدة تلو الأخرى، ويستتبع ذلك سقوط الاتحاد السوفيتي بعد سنتين من ذلك. هذا الأمر لن يطول، لأنه باختصار بسيط الشعب كان يريد إسقاط النظام ولكن بالانتخابات وديمقراطيا، وينتخب الشعب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البلديات والولايات في 12 جوان 90، ويعاود نفس الأمر وينتخبهم وبقوة في 91. قبل ذلك كانت هناك في ماي جوان 91 المظاهرات أو الإضراب الذي شرعت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضد قانون الانتخابات اللي فرضوا حمروش، وأدى ذلك وهنا أيضا
سنعرف أن هذا سيؤدي إلى بداية نهاية المرحلة أو لا بارونتيز ديمقراطيك كما سميت. أدى ذلك إلى سقوط حكومة حمروش وإلى تولي سيد أحمد غزالي الحكومة بدعم قوي من الجيش، وأدى ذلك إلى أن الشاذلي بن جديد يعطي الحق للجيش للتدخل في الحياة في قمع المدنيين وفي الحياة المدنية، وهذه أيضا واحدة من الأخطاء الكبرى في مسيرة هذا الرجل، وأدى ذلك إلى مقتل المئات. لحد الآن لا يعرف أحد كم قتل المتظاهرين، وكانوا متظاهرين سلميا، كانوا متظاهرين بلا عنف، كانوا متظاهرين داخل الساحات العامة في مختلف أو في أغلب المدن الجزائرية وخاصة في العاصمة. وفي يوم ما مشت الدبابات، في ليلة ما مشت الدبابات على أجساد المتظاهرين أو المعتصمين في الساحات العامة، خاصة في ساحة الشهداء وفي ساحة أول مايو بالعاصمة، لكن أيضا في ساحات كثيرة داخل المدن الجزائرية. يؤدي ذلك إلى إلقاء القبض على قادة الجبهة، ويؤدي ذلك إلى دخول الجزائر في مرحلة أخرى من عدم الاستقرار، ولكن كما قلت تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ مرة أخرى ويعترف النظام بفوزها، ولكن وبسرعة يقرر مجموعة داخل النظام، مجموعة الجنرالات ومعهم بعض المدنيين، أن الشعب أخطأ في الاختيار وأنه يجب تصويب هذا الاختيار، ويعرض على الشاذلي بن جديد. وهنا ربما واحدة من أكثر الإيجابيات لهذا الرجل، يعرض عليه أن يلغي الانتخابات ويبقى في الرئاسة إلى مرحلة أخرى أو إلى سنة أو سنوات أخرى حتى يكمل مرحلته اللي كانت المفروض أنها تنتهي في سنة 1993، ولكن الرجل يرفض ذلك ويقول أعطيت كلمتي للشعب ولن أتنازل عن ذلك، أعطيت كلمتي بأني سأختار إرادة الشعب، سأختار حكم الانتخابات ولن أتنازل عن ذلك، لن أتراجع عن ذلك. وفي هذه الحالة إذن يطلب منه أن يقدم استقالته أو يقال، ويصرح بذلك هو يوم 11 جانفي في مساء 11 جانفي 1992، وكان يوم السبت أذكر ذلك جيدا، بأنه وفي هذه الأوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد لا يمكنه أن يستمر في حكم البلاد، أن هناك صدام وصراع بين أجنحة مختلفة، وأنه يترك الرئاسة ويترك المنصب. طبعا كان ذلك تحت ضغط قوي جدا من كبار الجنرالات، وهم يعترفون بذلك في مذكراتهم الآن. هنا يختلف الناس، هل كان على حق أم كان على باطل؟ هل كان يجب أن يواجه ويقوم بعملية إقصاء لهؤلاء ومن هم حتى يتحكمون في إرادة الشعب الجزائري وفي من يختار ومن لا يختار؟ أم أنه حسنا فعل وتركهم يتحملون مسؤولية الدماء ومسؤولية قتل عشرات الآلاف من الناس ومسؤولية التعذيب ومسؤولية الدمار الذي لحق بالجزائر ولا يزال يستمر ومنذ 20 عام؟ يختلف الناس حول هذا الموضوع. في اعتقادي ونظرتي الخاصة هو أنه كان يجب أن يواجه، كان يجب أن يقف لهؤلاء، كان يجب أن يطبق الدستور، لأن هؤلاء في الحقيقة عندما قاموا بإقالته قاموا بانقلاب ثلاثي، بحيث أنهم انقلبوا على إرادة الشعب ممثلا في الانتخابات البرلمانية، انقلبوا على الرئيس المنتخب، وانقلبوا على الدستور، لأنهم فيما بعد سيقومون بتجميد الدستور وإنشاء هياكل لا دستورية بما فيها المجلس الخماسي أو المجلس على الدولة الذي ترأسه المرحوم بوضياف، محمد بوضياف، الذين كما نعلم استقدموه من المغرب ثم قتلوه شر قتلى وأمام التلفزيون وأمام العالم. بكل تأكيد أننا كما قلت لا يكفي الوقت لكي نتحدث على كل مسيرة الرجل. مسيرة الرجل فيها من الإيجابيات ما فيها، ولكن فيها من السلبيات في اعتقادي أكثر بكثير. بالتأكيد أنه كما يقال أبو الديمقراطية أو على الأقل أبو الانفتاح السياسي والإصلاح السياسي، ولكنه لم يستطيع أن يستمر، وكان لهذا الانفتاح وهذا الموقف كان له ثمن، كان يجب أن يدفعه وألا يفر من المعركة في 92. أخطأ أكبر خطيئة عندما اختار مجموعة من الذين لم يؤمنوا بالجزائر المستقلة، وإنما كانوا مع الجزائر الفرنسية حتى السنوات الأخيرة من الثورة أو أحيانا حتى الأسابيع الأخيرة من الثورة، وعلى رأس هؤلاء العربي بالخير الذي كان هو الرئيس الفعلي. أخطأ عندما قبل منصب الرئاسة أساسا، لأنه لم يكن، وهو يعترف بذلك وقد قال ذلك علنا في عدة خطابات، لم يكن مؤهلا لذلك،
أخطأ عندما قام بالعفو العام في ديسمبر 88، أخطأ عندما أزاح كبار العسكر من المناصب العسكرية الأساسية اللي كانوا تابعين لجيش التحرير واستبدلهم بضباط فرنسا، أخطأ في اعتقادي أيضا عندما قمع المطالب الشعبية وقمعها أحيانا بقوة وقمعها أحيانا بعنف ولم يحاسب الذين قاموا بذلك القمع، ولكن في نفس الوقت بكل تأكيد يحسب له المحاولات الإصلاحية وتحسب له المحاولات أنه أراد أن يغير الأوضاع، وقد استلم بلد يتميز أيضا بحكم الجيش وبلد يتميز بحكم الرجل الواحد كان هو ريبو مدين، وأراد نوع من الليبرالية، نوع من الحريات، نوع من بكل تأكيد. أصاب في اعتقادي أيضا عندما أصر على احترام إرادة الشعب ولم يتورط وكان يستطيع أن يفعل ذلك. أخطأ فيما أعتقد أيضا عندما سكت لمدة 20 سنة، لم في الحقيقة لم يقم إلا بتصريحين، واحد إلى مجلة يابانية وسنضع رابط لذلك مع هذا التدخل على الأقل على الإنترنت، وثاني عندما صرح في الطارف قبل 3 سنوات وتدخل في ندوة آنذاك أقيمت قبل 3 سنوات حول القاعدة الشرقية اللي كان هو أحد كبار القادة فيها. لم يتدخل في 20 سنة إلا في هاتين الحالتين على الأقل ما هو معلوم لحد الآن. إذا كان قام بتدخلات أو كتابات ونحن لا نعرفها فذلك أمر آخر، ولم ينشر مذكراته، قيل أنها ستنشر في أول نوفمبر، ولكن هل ستنشر كاملة أم أنه سيذهب ومعه كثير من الأسرار، أسرار الوطن والبلد والدولة؟ بكل تأكيد كما قال هو نفسه في ندوة الطارف قبل 3 سنوات، وسنضع أيضا رابط لهذا مع هذا التدخل، قال من أنه قادة المنطقة الشرقية رفضوا كل المستشارين اللي كانوا جزائريين، كانوا ضباط عند فرنسا أو كانوا عسكر عند فرنسا، لما أرسلوا إلى المنطقة الشرقية فإن الزملاء كلهم رفضوهم لقناعتهم أو لشكوك كبيرة في هؤلاء، وقال واعترف أنهم كانوا على حق وكان هو على خطأ. أعتقد مرة أخرى وأؤكد على ذلك أن كارثة الشاذلي ومن ثم ما أصاب الجزائر هو أنه لم يكن بإمكانه كفاءات علمية وثقافية وفكرية لإدارة بلاد مثل الجزائر، والأخطر من ذلك أنه وضع أسوأ ما في الجزائر من أشخاص من جزائريين كانوا مع بقاء استعمار فرنسا ومع الاستعمار الفرنسي، وضعهم لإدارة البلاد داخل الجيش وداخل الرئاسة وداخل أجهزة أساسية للسلطة. هذه هي الخطيئة الكبرى لهذا الرجل، رحم الله الرجل. أنا أعرف أن كثير من الجزائريين عندما يرون ماذا جاء بعده من مصائب ومن كوارث فإنهم يعتبرونه ملك، وهذه حقيقة. يعني عندما شاهدوا ما جاء بعده في 92 فما فوق وما حلت بالجزائر من أهوال ومن قتل ومن تعذيب، فهم يشتاقون له ويشعرون أن أيامه كانت أيام فيها أمن، وكانت أيام فيها حريات ولو نسبية، وكانت أيام فيها نوع من الاستقرار، قلت دائما نسبي، مقارنة بما حل من بعد ومقارنة بحكم بوتفليقة وبحكم الجنرالات إجمالا. أريد أيضا أن أضيف نقطة، ربما نقطة أخيرة، وهي للجماعة الحاكمة في البلاد. رأينا وشاهدنا كثير منهم عند جثمان شاذلي بن جديد، وكثير منهم كان منفعل وكان متأثر وحتى كان اللي بدت الدموع في عينيه، وهذا أغرب ما يكون. يعني عندما نشاهد بعض الناس والدموع في عينيهم يبكون على الرجل الذي مات، وهم الذين وصفوه بأقبح الأوصاف وأشنع الألفاظ وأوسخ العبارات في حياته عندما انقلبوا عليه ووصفوا فترته بأنها كانت فترة العشرية السوداء، ووصفوه بأنه هو الذي فتح أبواب الجحيم على الجزائر لأنه قبل بالإصلاحات وقبل بأن الشعب الجزائري يختار من يريد. عندما نجد هذا الثقافة السياسية عند هؤلاء، صراحة العبارة اللي تحضرني نقول
يعني حقيقة كما يقول المثل الجزائري ما يحشموش. المثل العربي يقول يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. كل ما قيل فيه وقلتم فيه وأخضعتوه ورعبتوه في 20 سنة الماضية حتى لا يتكلم، ثم الآن تبكون عليه. هل هذا معقول؟ هل بهؤلاء الناس ممكن أن يتقدم بلد؟ مرة أخرى تثبتون أنكم حتى كلمة ربما منافقين تبدو وكأنها لا تصف هذه الكائنات وهذه الأصناف من الذين اغتصبوا الجزائر وحكموا قهرا وقسرا من هذه العصابة الحاكمة. السلام عليكم.